أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسلام کے چھ کلمے. پہلا کلمہ طیب. لا إله إلا الله محمد رسول الله. دوسرا كلمة شهادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تيسرا كلمة تمجيد. سبحان الله والحمد لله ولا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. چوتھا كلمة توحيد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت أبدا أبدا ذو الجلال والإكرام. بيده الخير وهو على كل شيء قدير. پانچواں کلمہ استغفار. استغفر الله ربي من كل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وستار العيوب وغفار الذنوب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. چھٹا كلمة رد كفر. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به. تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول